السلام عليكم طلاب، رمضان كريم علينا وعليكم، صحة وسلامة للجميع. طلاب، إن شاء الله اليوم راح ناخذ المحاضرة الأولى في الفصل الثاني، المحاضرة بعنوان كربوهيدرات يعني السكريات. طلاب، راح ناخذ مقدمة عامة عن السكريات، تركيب السكريات، وكذلك تصنيف السكريات، وأكسدة السكريات الأحادية. Carbohydrates يعني السكريات. The carbohydrates are a group of naturally occurring carbonyl compound aldehydes or ketones that also contain several hydroxyl groups. شنو يعني السكريات؟ مجموعة تحتوي بصورة طبيعية على مركبات الكربونيل. ممكن أن تكون السكريات بصيغة ألدهايدية أو بصيغة كيتونية. وكذلك تحتوي السكريات على مجموعة الأوج اللي هي شنو؟ الهيدروكسيل جروب. وهسه إن شاء الله راح نشوف تركيب السكريات، شنو مجموعة الألدهايد وشنو الكيتون وشنو الأوج. Structure of carbohydrates. Carbohydrates consist of carbon, hydrogen and oxygen. تتكون السكريات من الكربون والهيدروجين وكذلك الأكسجين. The general structure for carbohydrates is CnH2O by N. الصيغة العامة للسكريات هي كالآتي CnH2O by N. مثلا عندنا الجلوكوز عدد ذرات الكربون 6. شلون راح نصيغ الصيغة العامة للجلوكوز؟ C6H2O by 6. شلون راح يصير؟ C6H2O by 6. راح يصير C6H2 6 نضربها باثنين H 12O6. يعني شلون راح تصير الصيغة؟ C6H12O6. واضح طلاب؟ For example، مثال على ذلك، فيكوز فركتوز جالكتوز has the molecular formula C6H12O6. وشفت شلون طلعناها من الصيغة السابقة. Carbohydrates are very important because they provide energy and fuel for bodies. تعتبر السكريات مهمة. ليش؟ لأن هي توفر الطاقة لأجسامنا. So that وكذلك للبرينز الدماغ can function properly and so that muscles can work. وكذلك عن طريقها الدماغ يعمل بصورة صحيحة يؤدي وظائفه، وكذلك العضلات تستطيع العمل عن طريق الطاقة اللي تعطيني اياها السكريات. Carbohydrates are preferred source of energy. تعتبر السكريات مصدر preferred المهم او المفضل للطاقة. Importance of carbohydrates. شنو أهمية الكربوهيدرات بالحياة؟ Source of energy especially for brain and RBC. مصدر مهم للطاقة صورة خاصة للدماغ وكذلك كريات الدم الحمراء. Carbohydrates are structural of cell membranes. تعتبر الكربوهيدرات كمركب أو كصيغة تركيبية لخلايا الأغشية أو غشاء الخلية. Serve as metabolic intermediates. تعتبر السكريات بمثابة يعني وسيط للعمليات الأيضية. Components of the nucleotides that form DNA and RNA. تعتبر بمثابة مكون للنيوكليوتيدات اللي تشكل الحامض النووي DNA and RNA. Classification of carbohydrates. تصنيف السكريات. ممكن أن تصنف السكريات إلى عدة أنواع، اللي هي monosaccharides, disaccharides,
oligosaccharides, polysaccharides. راح نجي سلايد سلايد نشرح كل واحد منهم. monosaccharides السكريات الأحادية the simplest unit of carbohydrates تعتبر أبسط الوحدات للسكريات which cannot to be hydrolyzed into simpler carbohydrates. السكريات الأحادية لا يمكن أن تتحلل إلى سكريات بسيطة أخرى. مثال على ذلك جلوكوز، فركتوز، جالكتوز. طلاب هاي الملاحظة جدا مهمة. السكريات الأحادية cannot be hydrolyzed into simpler carbohydrates. ركزون عليها. السكريات الأحادية لا يمكن أن تتحلل إلى سكريات أبسط منها. Monosaccharides are classified according to the active group into aldehyde and ketone. ممكن أن نصنف السكريات الأحادية تبعا للمجموعة الفعالة بالنسبة للألديهايد أو المجموعة الكيتونية. مثلا الجليسرالديهايد هذا شنو؟ سكر أحادي CHO COH CH2OH. أنتم ما مطلوب منكم تحفظون التركيب، بس شنو مطلوب منكم؟ بأنه الجليسرالديهايد يعتبر سكر ألديهايدي. شلون عرفنا سكر ألديهايدي؟ عن طريق الألديهايد جروب اللي موجودة أول وحدة اللي هي C double bond O. تمام طلاب؟ دايهايدروكسي أسيتون يعتبر سكر كيتوني. شلون عرفنا سكر كيتوني؟ تبعا لمجموعة الكيتو اللي شلون نعرفها؟ لازم مجموعتين كحول وتكون بالوسط مجموعة الكربونيل يعتبر سكر كيتوني. يعني شنو حصل الصيغة مالته أو التركيب؟ CH2OH C double bond O اللي هي الكيتو جروب CH2OH. داي سكرايد السكريات الثنائية consists of two monosaccharides linked together by a covalent bond. Covalent bond ركزوا عليها مهمة. يعني شنو السكريات الثنائية؟ تتكون من جزيئتين من السكريات الأحادية ترتبط مع بعضهما بواسطة الآسرة التكافؤية. من يجي تركيب السكريات راح أوضح لكم شنو الآسرة وتركيب كل سكر. مثال سكروز، لاكتوز، مالتوز. لاكتوز يتكون من الجاليكتوز اند الجلوكوز. سكروز يتكون من الجلوكوز اند الفركتوز. مالتوز يتكون من تو جلوكوز، من جزيئتين من الجلوكوز. طلاب هاي جدا مهمة الملاحظة، ركزون عليها. مثلا هنا سكروز، شوف شنو تركيبه. سكروز قلنا يتكون من الجلوكوز اللي هو هاي الصيغة مالته، وكذلك الفركتوز. جلوكوز هو شنو؟ سكر ألديهايدي. الفركتوز سكر كيتوني. شنو الصيغة اللي ترمز للنعرف سكر ألديهايدي؟ هي البايرانوسيل. هاي مهم المقطع. أما السكر الكيتوني فيورانوز. مهم هذا جدا المقطع تفهموه. أنتوا ما مطلوب منكم تحفظون التراكيب وما مطلوب منكم تحفظون أسماء التراكيب، فقط السكروز مثلا منين يتكون، من أي سكر وشنو الآثرة اللي تربطه. السكروز يتكون من جلوكوز فركتوز، الآثرة اللي تربطه هي ألفا واحد اثنين. لاكتوز يتكون من الجاليكتوز والجلوكوز، الآثرة اللي تربطه بيتا واحد أربعة. مهمات جدا ركزوا عليهم. أما المالتوز من جزيئتين من السكر، الآثرة اللي تربطه ألفا واحد أربعة. بوليسكرايدز سكريات المتعددة contain very long chains of hundreds or thousands of monosaccharide units. تتكون من سلاسل طويلة تكون تصل إلى عدة آلاف أو المئات من الوحدات من السكريات الأحادية which may be either
in straight or branched chains حتكون بصورة مستقيمة أو متفرعة. It can be divided into two types. One, homopolysaccharides formed by the same type of monosaccharides. السكريات المتعددة المتجانسة. يعني شنو متجانسة؟ تتكون من نفس النوع من السكريات الأحادية. مثال عليها starch, glycogen, cellulose. Heteropolysaccharides يعني السكريات الغير متجانسة. Formed by different types of monosaccharides. نرمز لها hyaluronic acid. يعني شنو السكريات الغير متجانسة؟ تتشكل من أنواع مختلفة من السكريات الأحادية. يعني شنو ممكن تتشكل من الجلوكوز أو الجالكتوز أو الجلوكوز والفركتوز. أما المتجانسة مثل ما قلنا عليها هوموبوليسكرايد. شنو يعني متجانسة؟ نفس النوع. يعني مثلا شنو من الجلوكوز جلوكوز. مثال المالتوز مين يتكون من الجلوكوز زائد الجلوكوز. Oligosaccharides contain from 3 to 10 monosaccharides units. Example: raffinose, pistachios. شنو السكريات القليلة الوحدات؟ السكريات اللي ما تتعدى عدد الوحدات السكرية لها من 3 إلى 10. Oxidation of monosaccharides. أكسدة السكريات الأحادية. Aldehydes and ketones that have an OH group on the carbon next to the carbonyl group react with a basic solution of CO موجب اثنين. شنو يعني؟ يعني السكريات الأحادية ممكن أن تكون aldehydية أو شنو؟ أو كيتونية. راح تتفاعل مع محلول قاعدي basic solution اللي هو CO موجب اثنين اللي اسمه Benedict's reagents محلول Benedict's to form a red orange precipitate of copper موجب واحد oxide CO2O. يعني السكر الأحادي سواء aldehyde أو كيتوني راح يتفاعل ويا CO موجب اثنين المحلول القاعدي راح يكون راسب أحمر زائدا CO2O. Sugar that undergo this reaction are called reducing sugar. راح يتكون سكريات أحادية. وأكو ملاحظة جدا مهمة وتركزون عليها. All of the monosaccharides are reducing sugar. يعني كل السكريات الأحادية تكون سكريات مختزلة. جدا مهمة الملاحظة. هاي المعادلة reducing sugar زائد CO موجب اثنين oxidation product زائد CO2O. فهموها؟ يعني السكر الأحادي يتفاعل ويا المحلول القاعدي راح يتكون لنا راسب لون أحمر وراح يتكون لنا شنو؟ CO2O. واضح طلاب؟ شكرا طلاب. طلاب أي شخص ما فاهم المحاضرة أتمنى تكونوا تسمعون المحاضرة وأي ملاحظة عندكم أو ما فاهم السلايد أكيد أثناء الميتنج راح يصير عندنا أسئلة وأجوبة. يعني أنا راح أسألكم لازم تسمعون المحاضرة وتفهموها وأي شيء تحتاجوه أنا موجودة بالكلية إن شاء الله بالميتنج نوضح كل شيء. شكرا جزيلا لكم.